بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو آخر. اليوم معنا في الصفحة 22 من الكتاب المدرسي تاع السنة الرابعة متوسط مادة اللغة الإنجليزية. راحين نحلو مع بعض التمرين 56 تاسك 56. دونك هنا قالك I listen، راحين تسمعوا ان باساج تقراه لكم الشيخة ولا تجيب لكم الأوديو. أوكي okay. And I complete the ID card. هذا ID card، بطاقة تعريفية of the outstanding Ottoman figure، الشخصية الخالدة العثمانية. Ottoman يعني العثمانية. Okay. Mentioned by نبيلة، شفتوا نبيلة في كي دارت رحلة حول العالم. إذا راح نعمروا هذه البطاقة ونديروا الوضعية الإدماجية التابعة لها. تابعوا الفيديو للنهاية. معايا first name اللي هو الاسم، عندنا ميمار اللي يعني معمار، surname سنان، date of birth in 1490. دونك هنا نقولوا he was born، بالك وبرك تروحوا تقولوا his date of birth، لا نقولوا he was born، هذه تتحول. اوكي date of death عندنا اليوم والشهر، اذا ما راحش نستعمل in، راح نستعمل on ونقول he died، he died صح. place of burial معناتها مكان الدفن، يعني tomb القبر تاعو وين جاي. عندنا المعلومه اللي الصحيحه هي in the سليمانيه mosque، يعني دفنوه في مسجد سليمان في اسطنبول، نعرفوها اليوم، قدام القبر تاع السلطان سليمان والزوجه نتاعو. هنا نعرفوا المعزه تاعو والمكانه نتاعو عند السلطان. ناشوناليتي الجنسيه عثماني، اذا هو عثماني الجنسيه نقولوا اوتومان. اوكي اذا كان نقولوا تركيش ثم ما نستعملوش هذه، استعملوا اوتومان. اوكيبيشن اركيتكت، ما نقولوش اركيتكت، اركيتكت. فيموس وركس عنده بزاف اعمال، ماني وركس، ماني فيموس موسكس، يعني بنى بزاف مساجد معروفة. in the Ottoman Empire في الإمبراطورية العثمانية، such as مثل هذه السينونيم تاعها like the Suleymaniye Mosque in Istanbul، مسجد السليمانية في إسطنبول. راهي عندكم تصويرة نتاع هذا المسجد في الصفحة 23 الصفحة المقابلة.